أزيه ولعائلاته الضحايا ضحايا الهجمات البشعة. والولايات المتحدة تدين بأقصى العبارات هذه الهجمات البربرية التي تستهدف المسيحيين ومواقع العبادة في طنطا والإسكندرية. كذلك اتصل الرئيس بملك السعودية ورئيس وزراء الياباني والرئيس القائم بأعمال الرئاسة في كوريا بشأن العمل العسكري الذي قامت به الولايات المتحدة في سوريا، وكل هؤلاء القادة عبروا عن دعمهم لهذا الإجراء. وأمس اتصل بقائد أندريا سلو والقائد كولدويل قائدي المدمرتين الأمريكيتين وشكرهما على تنفيذ ذلك الهجوم الناجح. وعبر خلال مكالمته الهاتفية عن مدى فخره بطاقم هاتين المدمرتين. وكما تعرفون هاتان السفينتان أطلقت 59 صاروخ توماهاك وجميعها أصابت أهدافها، وهذا برهن على قوة الولايات المتحدة ودقة قدراتها العسكرية، وهذا مؤشر على ما سيقوم به الرئيس في معرض بنائه للقوات المسلحة. وهذا يؤكد على أنه إذا ما تكرر قصف البدنيين بالغازات فإنه سيكون هناك عمل مشابه في المستقبل. ونتيجة لهذا الإجراء 20% of their fixed wing aircraft were destroyed and knocked out, and I think by all measures تم تدمير ونتيجة لهذا الإجراء العسكري تم تدمير 20 طائرة مقاتلة فضلا عن إضعاف القدرات في ذلك المطار. أفضل من ذلك نحن جميعا نعرف بأن الرئيس كان له اجتماع ناجح جدا وزيارة ناجحة جدا للرئيس الصيني، وتم الاتفاق على وضع خطة مدتها 100 يوم لتقود نحو علاقات اقتصادية متوازنة بين البلدين. ومع تطور الأمور سنزودكم بمزيد من المعلومات عن هذه الخطة. وهذا الصباح سعد الرئيس بقرار شركة تويوتا بإنفاق مئات الملايين من الدولارات في مصنعها في الولايات المتحدة وعزمها على استثمار 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة. وغدا الرئيس يناقش بعض الإجراءات الاستراتيجية، وهذه متابعة لاجتماعه مع 20 رئيسا تنفيذيا لكبار الشركات في قطاع الأعمال. يلتقي مع مجموعات صغيرة لمناقشة أبرز الأولويات التي تهم هذه الشركات. كذلك سيقوم بالإشراف على تقرير تقدمه تلك المجموعة، وسيتولى العمل عليه وزير التجارة والتعليم وكذلك عدد من المسؤولين الأمريكيين. وسنقدم لكم قائمة بالمشاركين لاحقا. وكجزء من الإجراءات المتعلقة بتخفيف التصعيد في سوريا والتوصل إلى قيادة سورية شرعية، فإن المبعوث الأممي الخاص بسوريا سيزور واشنطن وسيلتقي بكبار المسؤولين الأمريكيين. السيد ديمستورا هو المعني بالإشراف على المحادثات، ويوم الأربعاء سنقوم باستضافة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في البيت الأبيض، وسيكون هنالك مؤتمر صحفي في عصر ذلك اليوم. وكما أشار الرئيس اليوم، ومع وصولنا إلى اليوم 81 من الإدارة فإننا أنجزنا كثيرا من الأمور الرائعة، بما في ذلك ترشيح والمصادقة على قاضي المحكمة العليا، كذلك تقليص عدد من الإجراءات الروتينية والقوانين، وكذلك consumer, CEO, home builder, manufacturer confidence.
اتخاذ قرارات وإصدار مراسيم رئاسية تتعلق بصناعة الفحم والتنقيب عن الفحم، وحققنا كذلك قمنا بتنفيذ إصلاحات أخلاقية بما في ذلك فرض 5 سنوات فيما يتعلق بالمناصرة على في الحملات الانتخابية. عفوا، فيما يتعلق أولا طبعا سبب اتخاذنا ذلك الإجراء هو من له أوجه عدة، أولها وقف انتشار الأسلحة الكيماوية، وعندما نرى أسلحة دمار شامل تستخدم فإن هذا ينبغي أن يبعث على قلق في كل الدول، ومنع انتشار مثل هذه الأسلحة والتي تمثل تهديدا حقيقيا لأمننا القومي علينا أن نوقف ذلك ونوقف تنظيم الدولة ونتصدى لها. أما فيما يتعلق بالشعب السوري فإنه من خلال اتخاذنا هذا الإجراء وفي محاولة لوقف تصعيد الأحداث في سوريا فإن هذا من شأنه أن يخدم الشعب السوري، وطبعا وقف التصعيد في الأعمال العسكرية والأعمال القتالية والصراع في سوريا وكذلك مجابهة تنظيم الدولة هو أبرز أولوياتنا. ثانيا نحن نحاول أن نهيئ ظروفا للعمل مع حلفائنا بما في ذلك روسيا بحيث نعمل على إنشاء مناطق خالية من العنف والقتال، والجميع يتفق بأن الناس يريدون أو الشعب السوري يريد أن يبقى في سوريا ولا يريدون مغادرته ويريدون أن يكونوا في أوضاع يدعمون فيها بالأمان والسلام. كما ذكرت أولويتنا الأولى هي قتال ودحر تنظيم الدولة، لكن علينا أن نعمل على إنشاء بيئة وظروف تهيئ بيئة آمنة للمواطنين. أما فيما يتعلق بروسيا أعتقد أنه لو تأملنا في الدول التي دعمت موقفنا وما قمنا به فإن هذا ينبئ بالكثير. روسيا تقف إلى صف سوريا وكوريا الشمالية وإيران، ولو قررنا بين المجموعتين بين مجموعتي الدول فإن هذا مؤشر على أننا إلى الجانب الصحيح. طبعاً ما يعنيه ذلك والعمل الذي قمنا به الأسبوع الماضي حظي بتقدير وإطراء من الجميع، وهذا يأتي في كخطوة مهمة جداً لمنع انتشار الأسلحة الكيماوية ووقف أعمال العنف التي تستهدف النساء والأطفال والمدنيين. وعندما نرى هؤلاء الذين يتعرضون للقصف بالأسلحة الكيماوية والغازات السامة فإن هذا فهذا الإجراء ينبغي التصدي له ووقفه، وربما نفكر في إجراءات مشابهة في المستقبل إذا ما تكررت مثل هذه الأفعال، وذلك من أجل وقف استخدام الأسلحة الكيماوية ومنع انتشارها وكذلك إنشاء كما ذكرنا بيئة سياسية تقود إلى قيادة جديدة في سوريا. إذن هذه الأمور كلها متوافقة مع بعضها بعض. لو استعرضنا الدول التي تعارضنا فإنها مجموعة صغيرة من البلدان، وعندما نرى سوريا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا في جانب فهذه مجموعة صغيرة جدا من الدول. الرئيس ترامب تحدث كثيرا عن وضع بشار الأسد في سوريا، هل يعتقد الرئيس بأن بشار الأسد هو مجرم حرب؟ تركيزنا يأتي على جانبين، الأول هو دحر تنظيم الدولة والأمر الثاني هو تهيئة ظروف مناسبة ينعم فيها الشعب السوري بالأمان وفي تحت ظل قيادة جديدة، ولا يمكن أن أتخيل سوريا آمنة تنعم بالسلام والأمان في ظل تحت حكم الأسد. وأعتقد أنه سنعمل على صعود عدة، قوامها دحر تنظيم الدولة ومنع انتشار الأسلحة الدمار شامل والأسلحة الكيماوية. هل تعتقد الإدارة بأن بشار الأسد ارتكب جرائم حرب؟ well, clearly the actions when you take an action against
مثل هذه الأفعال التي قام بها بشار الأسد ضد شعبه، هذا يجعلنا واثقين بدقة الأعمال المعلومات الاستخبارية التي حصلنا عليها. لكن وصفي بمجرم حرب هذا أمر تقرره المحاكم الدولية. هلا تخبرنا عن عقيدة ترامب في متعلق بالسياسة الخارجية؟ نعم، هذه التي تحدث عنها خلال حملة انتخابية والتي قوامها أن أمريكا أولا، نحن سنقوم بما هو لازم لتعزيز اقتصادنا وأمننا القومي، وألا نكون شرطي العالم. علينا أن يكون لدينا مصالح واضحة، وفي نهاية المطاف أولويتنا الأولى هي أمننا القومي، وهذا الذي يحدد عملنا. نعم بالتأكيد، لو أدركنا حجم التهديد الذي تواجهه بلادنا وشعبنا إذا ما كان هناك انتشار للأسلحة الكيماوية وأسلحة الدمار الشامل، فإن انتشار مثل هذه الأسلحة ووصولها إلى أيدي مجموعات أخرى هذا يمثل تهديدا كبيرا ل بلدنا ولشعبنا. هل تقول بأن هزيمة تنظيم الدولة وإخراج بشار الأسد من العملية السياسية هما أمران متزامنان ويسيران جنبا إلى جنب؟ لا، هما أمران مستقلان، يمكن أن يتحقق هدف مع تخفيف قوة تنظيم الدولة وتخفيف التصعيد في سوريا، فإن العملية السياسية التي تدعو إلى تنحيته والإطاحة به ستتعزز وتصبح أقوى. الحديث السابق كان يتحدث ولا لا أعتقد أن هذين التصريحين مترابطة. أحد التصريحات يقول أنه لا يمكن أن تحقق السلام وهو في الحكم ويجب أن يغادر، وهذه الهدف من كلا التصريحين. وهدف الولايات المتحدة هو كما ذكرت على صعيدين، الأول هو إعادة الاستقرار ووقف تهديد تنظيم الدولة، وثانيا تهيئة الظروف في المنطقة بما يمكن الشعب السوري من العيش بأمان، وكذلك العمل مع سوريا مع روسيا لمحاسبة الجنات. هل يمكن هزيمة تنظيم الدولة والأسد في الحكم؟ نعم ممكن، لكن أعتقد أنه يمكن أن نهزم تنظيم الدولة ونتحرر والأسد في الحكم. كما ذكرت هذان أمران مستقلان ولا رابطة بينهما، لكن التهديد الأول الذي تواجهه الولايات المتحدة هو تنظيم الدولة في المنطقة، وعلينا أن نتأكد من أن نقوم بكل ما هو لازم للقضاء عليهم. ما هي الرسالة التي سيحملها وزير الخارجية تيلرسون إلى روسيا؟ أعتقد أنه سيغادر غدا وسيلتقي بوزير الخارجية الروسي لافروف. هناك الكثير من الأمور التي ستناقش، أولها الحرب ضد تنظيم الدولة، أما فيما يتعلق بسوريا على وجه التحديد فإننا علينا أن نذكرهم بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم والتي قطعها السوريون على أنفسهم. أعتقد أنه من المهم أن نفهم جميعا طبيعة الأوضاع على الأرض هناك، وما من شك أن ما قامت به سوريا هو أمر واقع، وعلينا أن نتأكد من أن الأفعال التي قام بها الأسد خصوصا على ضوء الالتزامات التي قطعتها سوريا على نفسها والتي دعمتها روسيا، هذه يجب أن تأتي في السياق المنطقي والطبيعي. ثانيا علينا أن نناقش قضايا مشتركة تقودنا لهزيمة تنظيم الدولة. الرئيس إذن يريد لوزير الخارجية أن يناقش موضوع فرض مزيد من العقوبات على روسيا. لاحقا سنناقش نتائج هذه المباحثات بين وزير الخارجية
والرئيس لا يريد أن يكشف كل الأوراق مرة واحدة، يريد أن ينتظر إلى أن تنتهي هذه المفاوضات. لكن كما ذكرت تركيزنا في المقام الأول على هزيمة تنظيم الدولة، وهذا أمر سيتم مناقشته. كما ذكرت نحن نريد أن نرى ما يتجاوز الخطابات الدبلوماسية، من المهم جدا ألا نناقش هذه الأمور قبل أن يلتقي وزير الخارجية تيلرسون مع لافروف، لننتظر إلى أن يجتمعا ثم نناقش الأمور بعد ذلك. ما هو منظور الرئيس بشأن قدرات مستشاريه لحل خلافاتهم الشخصية والعمل كفريق واحد؟ هو واثق جدا بشأن هذا الموضوع. هذا هو نفس الفريق الذي يحمل أيديولوجيات متشابهة، وهم هدفهم واحد، كان هدفهم واحد من أجل تمكين الرئيس من الفوز بالانتخابات. وأعتقد أنهم فريق مؤهل ويتسم بالكفاءة ويخدمون أجندة الرئيس، وذكرت ذلك مرات كثيرة خلال المرحلة الانتقالية، وقلت أن كل من التحق بالإدارة بغض النظر عن وجهات نظره وتباين وجهات نظره، هم يفهمون رؤية الرئيس وأجندته، وهدفهم في نهاية المطاف هو فهم أن الرئيس هو الذي يتعهد للشعب الأمريكي بشأن مسار مستقبل الولايات المتحدة، وهذا برهن عليه الرئيس من خلال المراسيم الرئاسية والأوامر الرئاسية وترشيحاته للمناصب ولقاضي المحكمة العليا. وهناك قضايا مهمة جدا وكانت مهمة جدا خلال الحملة الانتخابية، منها قضية الهجرة. ولذلك لدينا فريق مؤهل جدا رغم تباين وجهات نظره، وطبعا كل هذه الاختلافات والخلافات يجب أن تتم وراء الأبواب المغلقة، ولكن في نهاية المطاف نحن جميعا ندعم أجندة الرئيس، والرئيس يدرك هذه الكفاءات، ولهذا السبب قام بتشكيل هذا الفريق، لأنه يؤمن بأنهم أكفاء ومؤهلون وحققوا إنجازات جليلة، ولذلك يعرف أنهم خير داعم له في سبيل تحقيق أهدافه وأجندته. Well, look, I think there's a lot of stuff that was overblown about this. هناك الكثير من المبالغة والتضخيم للأمور بهذا الشأن، وخرجت لوسائل الإعلام ووسائل الإعلام ضخمتها وبالغت فيها. لكن الرئيس كما ذكرت راض وسعيد عن الأسبوع الماضي الذي قضى، وخصوصا على صعيد السياسة الخارجية، وحظي باجتماع بناء وإيجابي مع الرئيس الصيني وكذلك مع الملك عبد الله، وحقق نجاحات وانتصارات على صعيد السياسة الخارجية، والهجوم على سوريا حظي بدعم وإشادة كلا الحزبين وكذلك العالم. لكنه يدرك أن الاختلافات بشأن السياسة الخارجية قد تطفو على السطح ولكنها لا تقلقنا. قلت أن من أبرز أولوياتكم هي تغيير النظام في سوريا، إلى أي مدى سيذهب الرئيس لتحقيق ذلك؟ أود أن أوضح أنه لا يمكن أن نتخيل سوريا مستقرة وآمنة تحت حكم الأسد، وأعتقد أن هذا سيناريو غير ممكن. لكن أعتقد أن الخطوة الأولى لتحقيق ذلك هو التأكد من أن المنطقة وسوريا مستقرة. لا يمكن أن نتخيل تنظيم دولة ينتشر في سوريا ثم نقلق بشأن من يحكم سوريا. في البداية بالنسبة لأمننا القومي، وكما رددت على سؤال براين، أمننا القومي هو الأولوية الأولى، والذي ومع انتشار تنظيم الدولة وانتشار للأسلحة الدمار الشامل يجب أن نتصدى لذلك، ثم نقوم بفرض ضغوطات اقتصادية ودبلوماسية وسياسية من أجل تغيير النظام. كما ذكرت أنا لا أقول أن هذه يجب أن تسير بمستوى واحد أو على وتيرة واحدة. الخط الأحمر بالنسبة للبيت الأبيض إزاء
الحرب الكيماوية، لكن هل الحرب التقليدية يمكن أن تدفع الرئيس لاتخاذ موقف مختلف؟ الرئيس كان واضحا بأن هنالك عدد من الخطوط تم تخطيها وتجاوزها الأسبوع الماضي، ورأينا الإدارة الماضية التي رسمت خطوطا حمراء وتم تجاوز هذه الخطوط، ولا أعتقد أن الأمر سيتكرر. وسوريا والعالم بأسره رأى بأن الرئيس سيتصرف بحزم وإزاء تصرفات كهذه. والإجابة أنه إذا ما تم قصف أطفال بغازات سامة وقصف مواطنين ببراميل متفجرة فإن الرئيس سيتصرف ويعرف ولن يقبل بهذا. لا أريد أن أحدد مسارات الأمور وأن الرئيس سيتصرف على هذا النحو أو ذاك وفقا كما ذكر. الرئيس قال أنه لن يتحدث عن إجراءاته مسبقا لأن هذا سيعطي الفرصة للخصم وللعدو بالتصرف حيال ذلك. كما ذكر سيبقى الأمور سرية ولكنه من دون شك سيتصرف في الوقت المناسب. سؤالي بشأن رد فعل الرئيس إزاء القصف، قلت أن صواريخ الكروز أصابت أهدافها، ولكن المطارات والقواعد العسكرية ما زالت تستخدم لقصف السوريين. على ضوء ذلك ما مدى نجاح عمليتكم ضد المطار؟ طبعاً قمنا بتدمير محطات تزويد الوقود وعشرين بالمئة من قدراتهم الجوية تم تدميرها. وما قاموا به من خلال تحليق طائرات مقاتلة في الأجواء ما هي إلا حملة دعائية وتهدف إلى هناك تقارير إعلامية تتحدث عن إحداث تغيير في البيت الأبيض، وأن هناك حديث بأنك ستتولى منصب سفير الولايات المتحدة في سنغافورة. نعم، أنا ذكرت مرات عدة بأننا لن نتحدث عن إعلانات شخصية إلى أن يتم الانتهاء منها وبشكل رسمي. عندما تم الإعلان عن الجنرال ماكماستر كان من الواضح، سألتم كثيرا فيما إذا كان قادرا على تشكيل الأمن القومي، والجنرال ماكماستر يحظى بثقة الرئيس فيما يتعلق بتشكيل مجلس الأمن القومي بأفضل صورة. وثانيا، الشيء الوحيد الذي اهتز في واشنطن هو واشنطن، والرئيس ما زال يظهر ويبرهن بأنه سيحرك المياه الراكدة في واشنطن وعلى نحو إيجابي. سؤالان لدي. السؤال الأول، الإدارة السابقة كانت على تواصل مع المعارضة السورية ودعمت مجموعات عدة بما في ذلك الجيش السوري الحر، فهل للإدارة الحالية الموقف نفسه؟ لن أتحدث بتفاصيل عما نقوم به بشأن ما نقوم به، وكما ذكرت لن أتطرق إلى الحديث بشأن ما سنقوم به. الرئيس ران دي سامتس دعا الرئيس لإصدار أمر تنفيذي لإلغاء مرسوم أو أمر تنفيذي صدر في عام 2013 والذي يتعلق ب عدم تمكين موظفي البيت الأبيض والإدارة الأمريكية من الحصول على الرعاية الصحية المخفضة أو التعامل معهم
في على نحو خاص. هل سيقوم الرئيس بإلغاء ذلك الأمر؟ نعم، وزير الصحة يتعامل مع كثير من القضايا المتعلقة بالرعاية الصحية ويقوم بمراجعة كافة أشكال التعديلات المتعلقة بنظام أوباما كير، وأعرف أنه يعمل مع المدير موفيني وربما يتحدث إليكم غدا بشأن هذه الإجراءات، وأعتقد أنه سيكون من المناسب الحديث إليه آنذاك. الرئيس قدم قائمة بالمرشحين لمنصب الشاغر في المحكمة العليا، والديمقراطيون لاحقا هددوا باتخاذ ما يسمى بالمماطلة السياسية للتعطيل وإعاقة المصادقة. الرئيس طبعا قال أنه إذا ما انتخبتموني فإنني سأختار قاضي المحكمة العليا من ضمن هذه القائمة، والذي وهذا القاضي سيكون قادرا على حماية الدستور وتفسيره على النحو الصحيح، وصوت لها الأمريكيون بناء على ذلك. قد يكون هناك اختلافات مع الرئيس، لكن الرئيس حقق كثيرا مما وعد به، وخصوصا طبيعة ونوعية القاضي الذي سيقوم بترشيحه. But it's also a continuation to know that the president is going to be someone who makes a pledge to the American people and keeps it. سيستمر بتنفيذ كل ما وعد به الشعب الأمريكي. What else did this process teach him? Anything? Well, I think from a political side, it was pretty obvious that you can disagree with Judge Gorsuch's judicial philosophy. يمكن أن نختلف مع فلسفة القاضي غورسيتش القضائية، لكنه قاض مؤهل وكفؤ جدا وحصل على أعلى الدرجات وحظي بإشادة من جميع من عمل معه في السابق، وهناك ديمقراطيون دعموه، وهذا يظهر ويبرهن بأن الرئيس مستعد للعمل مع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين. That would probably the biggest lesson, but it also shows that when you've got the right individual, you've got someone who's eminently qualified. بين للرئيس بأنه إذا ما اختار شخصا كفوا ومؤهلا فإنه سيكون قادرا على تحقيق ما يعيد به. What you put out there on the campaign trail, is that still the backbone of what he wants to see get done? Yeah, I mean that's the backbone, but I think that what you're seeing is us going through this process. His economic team, everyone from Secretary Mnuchin, Secretary Ross to Gary Cohen, and others sitting down internally and beginning that process of meeting with groups. عملية الالتقاء في المجموعات المختلفة التي كانت تدعو إلى إجراء إصلاحات ضريبية ومنذ عام 1986، ويلتقون مع جهات ممثلة للقطاعات الصناعية والتجارية والمصرفية وغيرها، وهذا عمل كبير يتطلب منا الاستماع إلى الجهات المختلفة وأخذ آرائها، وكما ذكرت هذه فقط نقطة البداية. ذكر الرئيس يوم الجمعة بأن هنالك موعد زمني نهائي في شهر أغسطس. هل سيتم تغيير هذا السقف الزمني أو الموعد النهائي؟ We're going to make sure that we do this right. نريد أن نقوم بالأمر بشكل صحيح وأن نشرك جميع الجهات الصحيحة والمعنية بهذا الموضوع. كما ذكرت هذا أمر جلل وكبير. فنحن نريد لشركاتنا وصناعتنا أن تكون أكثر تنافسية على الساحة العالمية، وبما يمكن من تحقيق النمو الاقتصادي في